برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تنظم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بالتعاون مع مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ملتقى فرط الحركة وتشتت الانتباه الثاني، والذي يهدف للارتقاء بالخدمات المقدمة للطلاب من ذوي فرط الحركة وتشتت الانتباه. قدم الملتقى عددا من المختصين والمهتمين من الأطباء والأخصائيين والاستشاريين في مجال فرط الحركة وتشتت الانتباه، والذين بدورهم قدموا أوراق عمل وأفكار إبداعية لتحسين الخدمات المقدمة لهذه الفئة الغالية. الحقيقة المؤتمر حنا مأمرين عليه كثير أنه يقدم التوعية للمجتمع وللأسر، وخاصة أنه يعني إعاقة بدأ العمل معها يعني متأخر، وأيضا للمعلمين والعاملين معهم، وكذلك لكافة فئات المجتمع، وحتى تنشيط للعاملين أيضا في التربية الخاصة. المؤتمر يتوافق مع الأسبوع العالمي لفرط الحركة وتشتت الانتباه، وإن شاء الله يكون في التوصيات توازي حجم العمل. صاحب هذا الملتقى معرض لشركات ومؤسسات وجهات تعليمية طبقت أفكار تساعد في دمج الطلاب وتحسين خدماتهم. كثير من الأطفال عانوا وكثير من الأهالي عانوا في عدم وجود مكان تعليمي مؤهل. احنا بدينا الحين نذلل هذه الصعوبات ونستقبلهم ونهيئ لهم الجو، سواء لهم أو حتى للمعلمين التعليم العام أو معلمين فرط الحركة وتشتت الانتباه. بإذن الله إني قدها وبدود، وأنا التحدي بلفع راس مالي، ماني موفر للصعيبات، مجهور بحقق أحلامي وبحقق خيالي. وزارة التعليم ممثلة في إدارة التعليم تبحث عن التكامل وتقديم الخدمات لكل أفراد التعليم ليخرج مجتمع واع يخدم التعليم مهما كانت حالته. لقناة عين طلحة المختار، الرياض.